السلام عليكم الخوة، معكم لاتش ادفنتشرز في فيديو جديد. بصح هذه الخطرة ماشي مغامرة جديدة، هذه الخطرة راح نديرو فيها فيديو على عادة التخييم. صافي دير بون، هذا الفيديو ماهوش متوجه لي جون بروفيسيونال، صافي دير ماهوش متوجه للناس البرو، راه متوجه لعباد المبتدئين. فوالا مبتدئين، فإن أصبنا فمن الله وإذا أخطأنا فمن أنفسنا. فوالا نبداو على بركة الله. الوغ كونسيرنو الماتيريال تاع التخييم، كونسيرنو الماتيريال تاع التخييم راح نقسم لكم هذه الفيديو على زوج أقسام، يعني أون دو بارتي. راح نبداو الماتيريال يعني ليسونسيال اللي ما تقدروش تستغناو عليه، ونروحو من بعد كحاجة نقولو أوبسيونال ولا نقولو قال جيبوها أو بلو تار. الوغ نبداو بالبيت المتنقل. البيت المتنقل اللي هي الخيمة ولا لا طونت، هذه حاجة أساسية في التخييم. التخييم ولا نقولوا ولا لو تراك ولا ليسونسيال، كي تحب تبات على برا لازم لك الخيمه. الخيمه هذه فيها انواع وفيها اشكال و سي دي غام، على حساب القدره الشرائيه تاعك وعلى حساب انت لوبجيكتيف تاعك واش حاب. فيها ليسونسيال بزاف لي كريتير. ليسونسيال في الخيام باغ اكزومبل ا تيتغ ديزون، حنا واش عندنا خيام اللي هما هادو سي دي تونت شينوا، خيام صينيه لي لا مارك تاعهم بافيلو، هادو ملح في الصيف، هايلين في الصيف صح. السومه تاعهم واحد، السومه تاعهم واحد 550 650 صح. واش عندنا اوسي؟ عندنا هذه في الكوشوا، هذه في الكوشوا ولا في الديكابلون في لاشاند بلاك. هذا الموديل ما عادوش يخدموه، مي موديل مليح تقدروا تصيبوه اون اوكاز، تقدروا تصيبوه في وات كنيس ولا في الماركت بلايس، ولا نورمالمون يديروا 650 750 على حساب ليطا تاع لا طونت. بون كاينه هذه خيمه جديده، دشناها على جالكم. هذه الخيمه جديده دشناها على جالكم. الو هذه الخيمه جديده دشناها على جالكم، هذه راهي دير اكطوال مو 2 ملايين. بون خيمه شابه بزاف، سيتها البارح في الليل، خيمه شابه بزاف. باغ اكزومبل هذه بور لي جون لي يقدروا مام لي يخدموا تراك ولا ماهيش مكلاسا اوترا لايت، بصح مليحه حتى في بالغلط. بون هذه فافيلو كيف كيف صح. قلنا هادوما الخيام. الوغ الخيام سي البيت المتنقل تاعك دو بريفيرونس تكون ايطونش، سما تكون دو بريفيرونس تكون ايطونش، تكون 4 سيزون صافي دير تشد لك على الفوسون. وسا ديبون تا واش راك حاب، سا ديبون باغ اكزومبل كاين دي جون يكسب زوج خيام، وحده يخليها زعما نقولوا للشتا وواحد يخليها للصيف، انسي دو سويت صح. دوكا نروحوا للحاجه الثانيه الاساسيه. الوغ عندنا لو طابي ايزون، نروحوا هنا. الوغ لو طابي ايزون، طابي ايزولو عندنا هذا معروف يتباع عند كيشوا، كوم تقدروا تصيبوه ثانيك اون اوكاز. هذا واش فيه؟ فيه واحد لاكوش اون الومنيوم لهنا، هذه ستون ايزولاسيون على لو سول باش الميديتي ما تطلعش لكم، سوتو في الشتاء باسكو طلع لك الميديتي راك تبرد. فوالا هذا ستان طابي ايزولو يدير واحد 250 300. بون الاسعار يقدروا يتبدلوا، الاسعار يعني راني نعطيكم نظره، مي الاسعار يقدروا يطلعوا يقدروا يتبدلوا داكوغ. الو قلنا هذا سي ان طابي ايزولو، هذا يجي هكذا داخل الخيمه تحطو هكذا صح. كاين ان اوتر موديل، وانا عندي هذا الموديل وعندي هذا لو موديل، هذا بلو كونفورتابل عليه. فوالا ايكورديون صافي دير فوالا هكذا. مي هذا ثاني فيه دو موديل، هذا فيه موديل اللي فيه ثاني لو بابي الومنيوم. انا كالكو جون قالوا لي هذا ماهوش زعما ماهوش ان فغي طابي ايزونو، سي ان طابي برك، ماهوش طابي ايزونو باسكو ما فيش واش يسموه، ما فيهش الطبقه هذه العازله اللي هي الالومنيوم، ما فيش لي زونو. هذا نقدر نكلاسيوه طابي ولا نكلاسيوه طابي ايزونو، بصح في لوتر يعني في الموديل الاخر اللي هو يجي جو كوا اون بلو عفسه هكذا صح. ابخي طابي ايزونو واش عندنا؟ مو طابي ايزونو عندنا الماطلا، البنك تاعك ماشي البنك، المطرح كيما نقولوا حنا، الماطلا. الماطلا اون جينيرال كاع يجو دي ماطلا كونفلابل صح. الماطلا انا عندي هذا الموديل، الو هذا الموديل راكم تشوفوا فيه سي دا موديل غونفلا باك منا وتغونفلي صح. الماطلا هذه حاجه عظيمه. الماطلا كاين انواع، كاين شينوا، كاين نورمال، كاين فلوكاس، كاين فيش دي سادي بون تا واش حاب تشري داكو. الو الماطلا هذه غونفلا باك تغونفليها 3 مينوت هذاك راك، هذه حاجه اساسيه، هذه انا فور مون باس عليها بزاف. الو الماطلا غونفلا صح. واش تكون شحال تكون؟ قلنا لا طونت، عندنا طابي ايزولون، عندنا لو ساك دو كوشاج. نروحو للحاجه الرابعه، الحاجه الرابعه ساك دو كوشاج. وين ترقد ساك دو كوشاج؟ هذا فيه تانيك انواع واشكال ودي مارك صح.
انا اللي عندي لهنا نعطيك ديكزومبل. هذا سي موديل ديكاتلون فور فور كلاس اللي هو 5 دغري سيلسيوس. 5 دغري سيلسيوس صافي دير انا هذا لبست لو ان بول هكدا راح لي حتى لزيرو قلت فيه بيان. مي باغ اكزومبل لو كان يكون كاين ثلج وتكون زعما موان 1 موان 2 يولي ما يفيش بالغلط. صافي دير تروحوا لون اوتر غام وكاين تلقى 5 دغري 10 دغري 15 دغري 20 دغري فيهم دي غام. يعني هذا ساك كوشاش تحلو هكدا فوالا هلو هكذا ادخل داخل فوالا هكذا وهذا تدخل داخل وتغطى فوالا تخلي غير راسك يبان هكذا صح. هذا لو ساك كوشاش كاين حاجه برو اولترا لايت هذوك غاليين شويه هذوك يديروا حتى 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين قلت لكم صادي بون نتوما لوبجيكتيف تاعكم. هذا الفيديو راهو موجه يعني نعاود للناس المبتدئين يعني الناس اللي حابه تبدا التخييم اللي ما عندهاش فكره اللي حابه تدي نظره شامله ولا نظره عامه صح. هذا قلنا لو ساك دو كوشاج. نروحوا لحاجه وقت اخرى بون دير لكم بيتيت رمارك برك. عندي هادو خيطتهم لي العجوز يعطيها الصحه. هادو انا باش نبروتيجي بهم لي طابي ايزون باسكو يجو سون كاش. هادو انا كي زدتهم زدت فلاجوري دو في تاع لي طابي ايزون تاعي باسكو تلاقيت بزاف دي كوليك وين هادوك تشوف ديجا هذا خطره اون فوا مع الشوك دايات تجرح لهنا بصح لو كان باغ اكزومبل كان في هادي كان ما يصرى له والو. هادو خيطتهم لي يما تقدروا نتوما تخيطوهم عند خياط ولا صح. نروحوا لامر اخر. امر اخر اللي هو لو ساكادو. الساكادو اللي راح تجمع فيه كاع هذو الدوزان ولا هذو الادوات. ساكادو فيهم تانيك انواع اشكال ودي مارك ويتقاسوا بالليتر. صافي دير انا باغ اكزومبل لو موديل اللي عندي هذا جو كوا سي 80 لتر. فوالا انا عندي زوج عندي لو 80 لو 65 سا ديبون اني رايح سا ديبون دوزان راح نديه صح. لا زعما حندي دوزان شويه ندي لو 65 لتر زعما سا ديبون تاعك المده تاع التخييم تاعي. لا كنت مطول ندي هذا لو 80 لتر. بون هذا لا مارك تاعو موينتين توب. فوالا هادو لي ساكادو فيهم تاعني فيهم شينوا فيهم الحر فيهم. هادو انا ننصحكم تجيبوا حاجه حره باسكو هذا سي لو كونفورت تاع الظهر ديالك وباش يشد لك. انا كسبت دي موديل شينوا ما عجبونيش ويتقطعوا بالخف باسكو راح ترفد ان بوا بارفا سا دي باس لي 8 كيلو لي 10 كيلو لي 13 كيلو. انا هذا كونسيك ما تجيبش حاجه شينوا جيب حاجه في الحض وماهوش غاليين بزاف. باغ انا هذا لو مونتين توب هذا خلصت واقيلا 13000 دينار ولا خلصت 1 مليون 300 هكذاك صح. ابري لو ساكادو حاجه اساسيه اللي الناس يترافلوا عليها لا بواط فارماسي. لا بواط فارماسي على بالكم كي تكونوا في تخييم تكونوا في بلاصه بعيده بالك مستشفيات بعيده عليكم بالك. المهم لا بواط فارماسي حاجه اساسيه. لا بواط فارماسي كيما اللي ديرها في الطوموبيل تدي معك باراستامول دواء الاحمر بيتاتين تدي معك امور هكا يعني اللي اون كاوكش واحد يتجرح باغفوا واحد يتجرح ما يلقاش واش يعيش يدير ريحه ولا ديودورون ولا بواط فارماسي تانيك. بون انا هذا الموديل هذا ساقطهم الطوموبيل تاعي على كل حال. مي كاين دي موديل يتباعوا عند صحاب اللي يبيعوا الماتيريال دو روندوني تلقاوه كيما هكذا وفيه الداخل فيه باغ اكزومبل الحاجه اللي الناس تانيك اللي بازيو عليها بزاف واش عيطوا لها كوفر واش سموه الماطلا تاع واش يسموه كوفر عسى هكذا. هذه واش عيطوا لها هذه في البرد. هذا سي ان تروك تيرميك ولا ان تروك كوم سا. هذا في البرد اون كا واحد سوتو في الثلج يبرد رجليه ولا يبرد لو كور تاعو ولا كاين هذه لا كوفرتور. هذه الصفرا اللي كنتو فيها كاين بو كاين لي جوطاب كاين لي ريوتيزابل. هذه تغطي بها باكو شفتوها في لي فيلم ولا يغطوا بها هذاك الانسان وين يدفع. فوالا هذه عيطوا لها نورمالمون كوفر غوارد عفسا هكا شغل. المهم دوكا نخلي نحوس على الانترنت ندير لكم اون نوت عليها صح. هذه لابوات فارماسي. واش عندنا اوسي عندنا المخدة يعطيك الصحة خويا عيونات المخدة. شوفوا المخدة انا واحد اليابات كنت لازم ندي المخدة تاعي تاع الدار ما نديش المخدة تاع الدار ما نلقوش اليس الوغ المخدة كاين الناس يبريفيري يحط فيستا كاين الناس. انا عندي هذا الموديل غونفلاب تاك ها وعجبني بزاف فقيل يدير في 270 ولا ها هو تاك اوترا لايت في الشو ها يولي قد يدك الوغ هذا تنفخو وتلقد عليه. دوكا كنت افيك كنت بطونوبيل ولا كنت من هذوك الناس اللي يرقدوا غير على المخده تاعهم يا خويا جيب المخده تاعك من الدار وحطها في الطونوبيل. فوالا المخده صح. واش عندنا ثاني؟ عندنا الفورنو. عندنا الفورنو الريشو الو الفورنو عم بالكم باللي
كاين مواسم وين ما تقدروش تشعلوا النار في الغابه. الوغ كاين مواسم اللي ما نقدروش نشعلوا فيهم النار في الغابه باش نطيبوا، الوغ لازمنا الريشو. ولا مام كاين مواسم تحت الجبله وين تكون يعني صعب عليك تشعل النار، الوغ واش عندنا؟ عندنا لو ريشو. ريشو هذا الموديل اللي عندي يدير 250 350 350 الف. الوغ فيهم ثاني انواع واشكال وديمارك. صح هذا القرعه تاعو دير نورمو 25000 ولا 15000 25000 بون ماشي ريشارجاب صافي دير هذه طاك غير تخلص هذه نبدلها تخلص نرميها. كاين ان اوتر موديل لي كارتوش تاعو ريشارجابل وين يتشارجو ب 5000 ولا ما تضميهمش هذوك. هو يجي دوكا نحط لكم الصوره تاعو، يجي هكا طويل ويتبيس هكا ابيس القرعه تاعو ابيس. هذاك لو موديل ريشارجابل. بون دوكا او غروسو مودو يعني الامور الاساسيه حكينا عليها. دوكا نروحوا للامور الثانويه. ماشي يقولوا امور ثانويه بصح نسينا عفسه لا طوش فرونتال. هذه ثاني كامل اساسيه، هذه اللي تحقها. الو لا طوش فرونتال فيها ثاني انواع واشكال ودي مارك. انا اللي عندي هذه ديكاتلون، هذه افيك باتري. كاين دي جون يوتيزيو افيك بيل باش خاطر خا ما يوصلش عندهم مشكل يحوس على لا باتري ولا باسكو لا باتري فيها اون ديغي دو في، فيها دي سيكل ولا قال يجي نهار وين تولي ما تشارجيلكش ولا. مي لو موديل افيك بيل، لي بيل سي ستاندارد تلقاهم في كل زمان ومكان. صح هذه قلنا الفرونتال، هذه تجي هكذا فوالا، هذه كي طيح الظلمه هذه اساسيه. صح دوكا نروحو لا دوزيام بارتي اللي الامور نقولو ثانويه. فوالا الخاوة حكينا على الامر الثانوي. بون الامور الثانويه ولا لا دوزيام بارتي ديال لا فيديو، واش راح نديرو فيها؟ نديرو فيها عفسه، نقدروا نكلاسيوها شويه في الكونفور. سكتوا علينا خلونا تولي. الوغ نكلاسيوها سواء في الكونفور، نكلاسيوها سواء في الكونفور سواء في حاجه يعني بالك تزيد لك شويه في لا دوري دو في تاع الماتيريال، تزيد لك ترجع شويه مرتاح اكثر. نبداو بهذه. شوفوا دوكا انا لا طون تاعي خلصتها غاليه. صح كي خلصها غاليه ماذا بيا نستحفظ عليها. واش شريت لها؟ ماشي انا شريت لها صاحبي عماد بارك الله فيه، شرا لي هذا الطافي. هذا شوفوا هذا الطافي شراه لي من عند المصابي، يدير 75 85. صح على بالكم بلي لا طونت كي تبوزيوها على الحجر ولا تبوزيوها على التراب ولا سما لا بارتي التحتانيه هي اللي راح تنضر بزاف. صح سما انا واش درت بهذا الطافي؟ راح نزيد في لا دوري دو في تاع لا طونت تاعي. انا فسد لي طافي تاع 75000 وما تفسدليش لا طونت تاع زوج ملايين. صح هذا الامر الاول. الامر الثاني عندنا هذه تعجبني، هذه كي اكتشفتها والله تعجبني. هذه اللومبا اللي تتعلق في لا طونت كي تكونوا تبدلوا حوايج ولا في الليل قبل ما تدخلوا. بون كاين دي جون، انا قبل ما نشري هذه كنت لا لومب فرونتال نديرها هكا بصح شاك فوا تعذبني طيح طول كذا. هذه سي لا ميور، هذه عندك سيبورت دوكا في لا طونت تاك هكذا تتعلق تولي شغلك شبرتك. صح واش عندنا ثاني؟ واش عندنا عندنا بون كاين ثاني كتحبوا كراسه. فوالا كاين كراسه بون كاين دي موديل كاين بون. فوالا الامر الاخر مازلنا في الكونفور، في الكونفور اللي هو قلنا دوزيام بارتي دو لا فيديو. صح الكونفور كاين الكراسه فيهم ثاني اشكال وانواع. بون حنا لي موديل اللي عندنا هذوك راك تشوف فيهم دي كارتون كي شوا، مي كاين ثاني موديل شينوا وكاين كاين اللي حاب يريح في اللاط زعما ماهوش زعما حاجه زعما كبيره ولا مي داخل زعما في الكونفور مادام تي تجي هكا تخيم ولا مادا بيك تكون اعلى. صح نروح الامر واحد اخر عندنا لا واش عيطوا لها هذه ايمن لاطاخب. لاطاخب هذه فاش تساعدك؟ هذه في الصيف وفي الشتاء. نهار اللي تكون شتاء قاوية وين تخاف لا طونت تاعك تخلك الماء باسكو مام لي طونت باش اونتر بارونتيز دوكا راح نزيدو نتعمقو فيهم زعما شحال يقدروا يتحملوا الشتاء باسكو لو كان طيح شتاء خيط من السما تقدر تدخلك باش نتفاهمو زعما تكون شتاء قاوية. الوغ هذي واش دير؟ هذي تزيد تبروتيجي لك. حنا بكري كنا نديرو النيل وكذا نفع عليك تقدر هنايا تحط لا طونت ديالك ولا دو طونت. وهذه لاطاخ فيها بزاف تتمونطا هاك فيها بزاف انواع بالك اشنا نزيدو ندير لكم عليها فيديو بالتفصيل. واش عندنا كامل؟ واش عندنا ثاني؟ عندنا لو هاماك، لو هاماك الاول جوحه اللي حبوا الناس قاعد يتصوروا فيها. اي ماك ماشي لي صح لو هاماك. هذا الهاماك ثاني نقدروا ندخلوا في الكونفور. صح واش نزيد؟ كاين امر اساسي ما حكيت لكمش عليه اللي هو الصباط تاع لوندوني ولا الصباط تاع البيفواك ولا بون
هذا الصباط لازم لاسيما تاعو تكون اورثوبيديك يعني مليح لازم لاسيما تاعو تكون اورثوبيديك يعني باش ترتاح فيه دو بريفيرونس توجور تجيب بوينتو زايد على تاعك لا كنت تلبس 40 دمي ولا 40 بون في الصبابط اللي يجوا من الاوروب ولا تلقاو 40 دمي سما ماشي كيما حنا عندنا في الجزائر بون باغ اكزومبل انا تيتغ ديكزومبل عندي لو سالومون الوغ هادي نعطيكم القالب هادي تشروها من لافريبري هذا هو القالب لافريبري يا خويا اللي انتريسي يبعث لي ميساج في الانستغرام نبعثو ونشريها يديرو 550 650 حاجه انا هذه عندها عامين هي عندي عامين وهي تحرط عامين في الشباب الو دوكا باش نخدمو لا فيديو عين دوكا تشوفو هذه البلاصه بون هذه البلاصه درت عليها ديجا دي فيديو دوك نخليكم ليان هنا ولا هنا درنا فيها دو بارتي ديجا رانا في لاكوروفال جاي في بوحال جاي في لا فوري داكفادو صح باش نخدمو باش نخدمو نخدمو باللي يعني الواحد لازم يكون عنده اراده في التخييم واش حاب يقول ماشي قال لازم لك هذا الماتيريال باش تبدا انا بديت بوالو يعني الواحد تبدا بوالو كاين اللي يجيب فلاش ومدا كاين اللي يجيب يعني لازم تكون عندك يفوي ميساج لازم تكون تحب وشك دير سينون الماتيريال يجي اوفر يا ميزور باغ اكزومبل انا نيش الماتيريال ديبي 2013 تما شوفوا شحال كل خطره تشري عفسه كل خطره تشري عفسه كل خطره تشري عفسه يطولوا لك 5 سنين وتكون تستحفظ تلقى عندك كامل لونسوم تاع الماتيريال كاين فوالا هذه هي جيسبر فدتكم في هذه لا فيديو ولا عندكم اسئله ولا انشغالات سواء ديروهم لي اون كومونتير ولا بحثوا لي في لاباج تاعي تاع الانستغرام ونفيدوا بعضنا بعض شكرا جزيلا والى الملتقى طلب وقتكم